السلام عليكم. ده هيكون الفيديو رقم 35 في سلسلة فيديوهات شرح كورس فورتيجيت. لو عملنا ريكاب سريعا كده عن آخر حاجة خدناها، احنا كنا بادئين في شابتر جديد اسمه فورتيجيت فاير وول اوثنتيكيشن، واتكلمنا ان فورتيجيت عموما بيسبورت مالتيبل اوثنتيكيشن، مالتيبل ميثود للاوثنتيكيشن، من ضمنهم حاجة اسمها اللوكال باسورد. وهنا الفورتيجيت بيبتدي يخزن او يعمل سيف للباسورد واليوزر بتوعه على اللوكالي، فبالتالي لو اي حد حابب اللي هو يلوجن على الفورتيجيت، فبنبتدي اللي احنا نكريت هنا على الفورتيجيت اليوزر والباسورد، تمام، لوكالي، تمام. واتكلمنا ان في ميثود تانية اسمها الريموت سيرفر، تمام. وهنا قلنا ان احنا بيكون عندنا سيرفر، السيرفر ده بنبتدي نكريت عليه اليوزرز والباسورد بتوعنا، وبنبتدي وهنا بيبقى مثلا الفورتيجيت، وهنا الماشين بتاعت اليوزر. فلو الماشين دي عايز تطلع نت، فهي الاول ببتدي احط اليوزر والباسورد، وليكن مثلا هيبقى احمد والباسورد 1 2 3. ساعتها بروح ابعت اليوزر والباسورد دول للفورتيجيت، فالفورتيجيت ياخدهم ويبتدي اللي هو يعمل اوثنتيكيشن من ريموت سيرفر. وساعتها بيبتدي لو الكريدنشال دي صح بيبتدي يرد عليه الريموت سيرفر بالكريدنشال، اوكي الكريدنشال دي كوريكت، فيبتدي فورتيجيت يطلعه نت او يشوف بقى البوليسي اللي هتطبق. طيب، وقلنا ان حاجه زي ريموت سيرفر دي هي جميله جدا. لو انا عندي اكتر من فورتيجيت، فبالتالي انا مش راح اكريت الباسوردات على كل فورتيجيت، لا انا محتاج بس اكريتها على وان ريموت سيرفر وبقيه الفورتيجيت كلها بتربط عليه. فدي كانت جميله قوي في حاجه زي دي. طب واتكلمنا في الاخر ان انا عندي برضك من انواع الريموت، عندي البوب 3، والبوب 3 دي بس بعمل لها كونفيجريشن من عن طريق السي ال اي بس. وقلنا في اخر خالص في المحاضرات اللي فاتت ان انا عندي طريقتين للاوثنتيكيشن، حاجه اسمها اكتيف وحاجه اسمها باسيف. قلنا ان الاكتيف دي بيجي لك لما بتيجي تعمل اوثنتيكيشن، بيجي لك كده البرومت لوجين بتاعتك او الويب بيج، يقول لك حط اليوزر وحط الباسورد. فبالتالي ان اليوزر محتاج عشان يقدر يلوجن او يطلع نت، محتاج اللي هو يحط يوزر وباسورد. وقلنا من انواعها اللوكال، تمام، والريموت. والريموت دي قلنا اللي هي فيها ال تاب، وقلنا ان فيها الريديوس، وقلنا ان فيها التاكيكس، وقلنا برضك ان فيها البوب 3. كل دي من انواع الاكتيف اللي انت لازم تحط اليوزر والباسورد. طب الباسيف، لا الباسيف انت مش محتاج كده، انت يا دوب بس اول ما بتعمل لوجن للماشين بتاعتك هو بيعمل لك لوجن لكل الابليكيشن، او بيديتكت الموضوع ده وبيبتدي اللي هو يعمل لك لوجن ويطلعك نت. انت مش بيجي لك اي صفحه، تمام، عشان تحط فيها اليوزر والباسورد بتوعك نهائي. انت مجرد انت بتلوجن على الماشين بتاعتك، اوتوماتيك بيبتدي يلوجن على النت او يفتح نت. قلنا ان احنا هناخد من انواع الاكتف، هناخد ال ال داب، واحنا اوريدي شرحناه المحاضره اللي فاتت، وعرفنا ان ازاي بتجين ويب بيج نبتدي نحط اليوزر والباسورد. وهناخد من حاجات الاف اس او، هناخد سوري من الباسف، هناخد حاجه اسمها الاف اس اس او، تمام. فاحنا عنواننا النهارده هو ازاي هنفهم يعني ايه الاف اس او، وازاي نعمل له انستليشن والكونفيجريشن بتاعته. طيب سوري، خلينا كده نجيب الفيل بتاعتنا. لو دخلنا على هنا، فده لاخر حاجه ازاي نكريت جروب وكده، فاحنا عايزين ازاي نتعامل مع الاف اس او. طيب مبدئيا اصلا عشان نعرف ايه هي الاف اس او، لازم نعرف ايه هي الاس او. فبيقول لك الاس او، الاس اس او او بنسميها السنجل ساين اون، هي بروسيس بتالو اليوزر ان هو تو بي اوتوماتيكلي لوج ان ان افري ابلكيشن افتر بي ايدنتيفاي. معناها وطبعا ويز اوت هافينج تو ري اوثنتيكيشن، يعني انا مثلا لو عندي مثلا اكتر من ابلكيشن بلوجن من عليها، او اكتر من ويب بيج بلوجن من عليها، تمام، بحط عليها نفس اليوزر باسورد، فانا كل اللي محتاجه في السنجل ساين اون هي اللوجن فور وان تايم بس. يعني انا اول ما لوجن على اول ابلكيشن بتاعي، فبالتالي هو اوتوماتيكلي هيبتدي اللي هو يلوجن على الباقي. يعني انت مش محتاج ان انت كل شويه تحط اليوزر باسورد بتوعك، لا مش محتاج كل شويه تعمل ايه اوثنتيكيشن اصلا. بيقول لك ان اليوزر هو ار اوريدي ايدنتيفاي،
كان اكسس ابلكيشن ويز اوت بينج بيرميتد تو بروفايد الكريدنشال. يعني خلاص طالما هو حصل له ايدنتيفاي او طالما خلاص هو بقى معرف على اول ابلكيشن، فبالتالي هقدر ان انا لوجن على كل الابلكيشن من غير ما يجي لي صفحه يوزر باسورد، من غير ما احط اليوزر باسورد. انا بس بحطها وانس بس على اول ابلكيشن، وبقيه الابلكيشن بتلوجن من بعضها او زي ما نقول بتبلغ ببعضها. طب دي اصلا خاصيه الاس اس او، تمام، او بنسموها السنجل ساين اون. جميل. طيب ايه هي الاف اس اس او؟ الاف اس اس او هو سوفت وير، تمام، الخاص بفورتيجيت اللي بيبتدي يطبق الاس اس او، فبنسميه فورتيجيت سنجل ساين اون. تمام. هو سوفت وير ايجنت بينيبل الفورتيجيت اللي هو يعمل ايدنتيفاي للنتورك يوزر فور سكيورتي بوليسيز اور في اور في بي ان اكسس ويز اوت اسكينج فور ذا نيم اور باسورد. يعني من الاخر هو بيقول لك هو سوفت وير. السوفت وير ده انا بقدر ان انا من خلاله اعمل لوجن فور وان تايم، من غير بقى ان انا كل شويه ما اقعد اسال اليوزر ما تديني حط اليوزر الباسورد بتاعك على كل حاجه يعملها، اقول له حط اليوزر الباسورد بتاعك. لا، انا مش محتاج الكلام ده. طيب الكلام ده بيحصل ازاي؟ الكلام ده بيحصل عن طريق ان اليوزر بيبتدي يلوج ان تو الدايركت سيرفر، الدايركتري سيرفيس بتاعته. هنفهم يعني الدايركت سيرفيس بتاعته، تمام. فبيحصل ان الاف اس او ايجنت، تمام، بيسند الانفورميشن، تمام، اللي بتبقى موجود فيها سوري، بيسند الانفورميشن للفورتيجيت زي اليوزر نيم والاي بي والباسورد والجروب، ويبتدي الفورتيجيت بيوز الانفورميشن دي، تمام، عشان يبتدي يمنتين بقى الداتابيز اللوكال بتاعته، فيبتدي اللي هو يشوف الجهاز ده هيطلع ولا ايه. يعني خلينا نقول باختصار ان انا بيبقى عندي مثلا اول ما اليوزر بيبتدي يعمل لوج ان، تمام، ساعتها هو خلاص هو عمل لوج ان فور 1. طيب اللي بيحصل بعديها ان بيبقى فيه حاجه اسمها اف اس اس او ايجنت. الايجنت ده بياخد اللوجن فور وان تايم ويبتدي ياخدها يبعتها للفورتيجيت، تمام، وبيبعت معاها اليوزر والباسورد والاي بي، وكمان اليوزر اللي داخل ده تبع اهل جروب، فبالتالي الفورتيجيت بيبتدي يديتكت ان اليوزر ده عامل لوجن، فبالتالي بيبتدي اللي هو يطلعه نت او يشوف بقى البوليسز اللي هيشتغل عليها. طب وطبعا هنفهم الحته دي بالتفصيل قدام. طيب فخلينا نتكلم ان الاف اس او هي بتيوز دايركت سيرفيس عشان تبتدي اللي هي تاخد منها اليوزر والباسورد والحاجات دي، تمام. الدايركت سيرفيس دي زي مثلا الاكتيف دايركتري او حاجه اسمها النوبل اي دايركتري، تمام، وفي حاجه زي السيتكس وفي حاجات كتير يعني، بس خلينا يعني ايه ما نسبقش الاحداث بتاعتنا في الموضوع ده. نمسح كده نكليه. طيب ازاي نعمل ديبلويمنت وكونفيجريشن للاف اس او؟ مبدئيا الموضوع ده بيتبند على السيرفيس اللي بتبروفايد الدايركت سيرفيس. هي ايه اصلا الدايركت سيرفيس؟ احنا قلنا الدايركت سيرفيس دي اللي هيبقى موجود فيها اليوزرز والباسورد بتوعك، تمام. فبين ديبلويمنت الاف اس او ديبند على السيرفيس اللي هناخد منها الدايركت سيرفيس او اللي هناخد منها اليوزر والباسورد، تمام. فعلى سبيل المثال احنا لو انت هتديبلويمنت الاف اس او او الفوتي ساي السنجل ساين اون ايجنت على اكتيف دايركتري، تمام، فانت هنا عندك نوعين من الكونفيجريشن، يا اما تسطب حاجه اسمها او تعتمد على حاجه اسمها الدي سي ايجنت او الدومين كنترولر ايجنت، او بنسميها الايجنت مود، تمام، او حاجه اسمها البولينج مود. طيب لا، انا ما عنديش اكتيف دايركتري، انا عندي حاجه اسمها النوبل اي دايركتري، وهبتدي دي اللي هسحب منها اليوزر باسورد بتوعي، تمام، اوكي، اب تو يو، تمام. في طبعا انواع تانية من المودز بنستخدمها للسيتريكس او حاجه اسمها التيرمينال سيرفيس انفايرمنت، بنسميها التي سي ايجنت. طبعا ده مش هنكفر في الكورس، هو مش موجود، احنا كل هنكفر بس اللي احنا ازاي لو عندنا اكتيف دايركتري اللي هي اول واحده، لو عندنا اكتيف دايركتري ازاي نبتدي نعمل ديبلويمنت للاف اس او. فقلنا هنعمل بطريقتين، يا اما عن طريق حاجه اسمها الايجنت مود او الدي سي ايجنت، او عن طريق البولينج مود. حتى البولينج مود احنا مش هنعمل لها يكاب قوي هنا في الكورس، تمام، لان هي مش ريكومندد، وهنعرف هي ليه مش ريكومندد. طيب احنا هنا خلاص احنا عندنا اكتيف دايركتري، والاكتيف دايركتري ده هو اللي هنسحب منه اليوزر الباسورد، وده اللي عايزين نعمل عليه الانستول للاف اس او. خلاص احنا قلنا عندنا طريقتين، عندنا يا اما حاجه اسمها الايجنت مود، يا اما عندنا حاجه اسمها البولينج مود.
طيب هنتكلم الاول على الايجنت مود، ازاي نبتدي ان احنا نسطب الاف اس او في الاكتيف دايركتري عن طريق الايجنت مود. وبيقول لك ان الدي سي ايجنت مود ده هو الكونسيدريد، هو الريكومندد من خلال فورتيجيت، وهو الافضل، افضل من البولينج مود، وهنفهم ليه. طيب عشان ابتدي ان انا اسطب او اشتغل على الايجنت مود لازم يكون عندي شويه حاجات. اول حاجه بيبقى عندي حاجه اسمها دي سي ايجنت، وده بنعمل له انستول على كل ويندوز او على كل دومين كنترولر. لو انا عندي اكتر من دومين كنترولر فانا محتاج ان انا اسطب على كل دومين كنترولر حاجه اسمها الدي سي ايجنت، تمام؟ فايف يو هاف مالتيبل دومين كنترولر ذس مين يو نيد مالتيبل دي سي ايجنت، تمام؟ الايجنت ده بيعمل ايه؟ هو بيعمل مونيتور وفورورد اليوزر لوجن، تمام؟ مش فاهم، خلينا كده تفصيلا عبال ما قدام. كل اللي بيحصل ان انت لما بيبقى عندك ويندوز سيرفر، الويندوز سيرفر ده لما يبقى عندك مثلا جهاز والجهاز ده متصل بالويندوز سيرفر ده، فاليوزر بيبتدي يحط اليوزر الباسورد بتوعه، واليوزر الباسورد بيحصل لهم اوثنتيكيشن عن طريق الاكتيف دايركتري، وبعدين يرجع تاني للجهاز يعمل لوجن. طب ساعتها انا بسطب هنا دي سي ايجنت، الايجنت ده بيعمل ايه؟ اول ما الجهاز بيبتدي اللي هو يروح يعمل اوثنتيكيشن من الاكتيف دايركتري، الدي سي ايجنت بياخد المعلومات دي، تمام، ويبتدي يبعتها للفوتوجيت. هو مش بيبعتها للفوتوجيت بالظبط، بس هنفهم اللي فيه هنا حلقه وصل في النص ما بين الدي سي ايجنت وما بين الفوتوجيت. فهو بيبتدي بيبعتها، تمام، بيبتدي الدي سي ايجنت ده بيبتدي يعمل مونيتور لليوزر لوجن، تمام. يعني اي يوزر بيبتدي اللي هو ياخد كده عايز يفتح الجهاز بتاعه، فيقولنا اللي هو بيبتدي يحط يوزر وباسورد، فلما يجي يحط يوزر وباسورد بيعمل اوثنتيكيشن منين؟ من الاكتيف دايركتري. ساعتها انا ببقى هنا حاطط له حاجه اسمها الدي سي ايجنت، بياخد اليوزر والباسورد دول بيعمل لهم مونيتور، اللي هو بيقول اه ده في واحد حاول يفتح الجهاز بتاعه فاكيد عايز يطلع نت. طب احنا عايزين، طالما هو دخل اليوزر والباسورد هنا على الجهاز بتاعه خلاص، مش محتاج ان انا اظهر له صفحه واقول له طب دخل اليوزر والباسورد كمان عشان تطلع نت. هي محتاج خلاص وانس اللي هو فتح الجهاز بتاعه، حط اليوزر والباسورد اللي هم بتوع اللوجن بتوع الجهاز بتاعه، خلاص بيتبعتوا بيعمل لوجن زي ما قلنا عن طريق الاكتيف دايركتري، فبيحصل اوثنتيكيشن عن طريق الاكتيف دايركتري. ساعتها بحط هنا الدي سي ايجنت، والدي سي ايجنت ده بيبتدي اللي هو ايه؟ اللي هو يمونيتور اليوزر لوجن، ويبتدي ياخدها ويبعتها لحاجه في النص. الحاجه في النص دي بيقول لك من الريكوايرمنت كمان عشان تبتدي تشتغل على الايجنت مود، اللي انت يكون عندك حاجه اسمها كوليكتور ايجنت، تمام، which is another FSO component. فهو ده اللي في النص، ده حلقه الوصل ما بين الاكتيف دايركتوري او الدي سي ايجنت وما بين الفورتيجيت. بيبقى هنا في حاجه اسمها كوليكتور. اللي بيحصل ايه؟ الكوليكتور ده هو بيكوليكت، هو بنعمله انستول على الويندوز سيرفر، الممبر من الدومين طبعا، تمام. بيعمل ايه؟ هو بيكونسوليديت الايفنت received from the DC agent. يعني اي ايفنت بيحصل لها او اي مونيتور بيحصل لها مونيتور على الدي سي ايجنت، الدي سي ايجنت بيبعتها للكوليكتور، الكوليكتور بياخدها يبعتها للفوتيجيت، تمام. فالكوليكتور ايجنت هو مسؤول عن الفيريفيكيشن سواء للورك ستيشن تشيك اند، وبعدين بيبعتها للفوتيجيت عشان الفوتيجيت يعمل ابديت للريكورد بتاعته، تمام. فخلينا كده نكلير الموضوع ده، وخلينا كده طبعا هنفضل كل شويه نوضح فيها في سلايد سلايد لحد ما الموضوع يبان معانا بطريقه اصغر. فلو عندنا هنا البي سي بتاعنا، ولو عندنا هنا السيرفر او الاكتيف دايركتري، وعندنا هنا الفوتي جيت بتاعنا، الفوتي جيت هو الفوتي جيت ده اللي هتطلع نت بقى. فالجهاز اول حاجه، اول ما انت تفتح الجهاز بتاعك بيطلب منك يوزر وباسورد طبيعي، جهاز على الدومين تحط اليوزر باسورد بتوعك، فانت بتروح تعمل اوثنتيكيشن منين؟ من الاكتيف دايركتري. الاكتيف دايركتري ياخد والتنه جاي هنا في حاجه اسمها دي سي ايجنت، انا ببقى مسطبه هنا، تمام. الدي سي ايجنت اول ما الجهاز ده يروح يطلب فيريفيكيشن او يروح يطلب اوثنتيكيشن للكريدنشال بتاعته من الاكتيف دايركتري، ساعتها بيبقى عندي هنا سوفت وير منزله، السوفت وير بياخد اللوجن دي ويروح يبعتها هنا لحاجه اسمها الكوليكتور، تمام. الكوليكتور ياخد الحاجه دي ويروح يبعتها للايجنت للفوتيجيت، فبالتالي بيقول للفوتيجيت ان في واحد اليوزر بتاعه اسمه اكس، الباسورد بتاعه اسمه اكس، والاي بي بتاعه اسمه مثلا واي، تمام. خد يا فوتيجيت بعد اذنك اعمل للشخص ده كمان اوثنتيكيشن من عندك عشان لو عايز يطلع نت. فده اللي بيحصل بالظبط.
إيه. تعالى بقى يعني نشوف اللي بيحصل بس بشكل افضل. فبيقول لك وين اليوزر اوثنتيكيت ويز الدي سي الدومين كنترولر بتاعه، تمام، بيبروفايد الكريدنشال بتاعته. فطبيعي اول ما الجهاز اول ما اليوزر بيبتدي اللي هو يوثنتيكيت عن طريق الدومين كنترولر، فبيبتدي يحط اليوزر والباسورد بتاعه. ساعتها انا بيبقى عندي حاجه اسمها دي جي اي دي سي ايجنت، بيبقى موجود على الدومين كنترولر، بيسيز اللوجن ايفنت، بيشوف اللوجن ايفنت اللي ما بين اليوزر وما بين الدومين بتاعه. ساعتها بيشوفها وبيبتدي يعمل لها مونيتور وبيعمل لها فورورد لمين؟ للكوليكتور ايجنت. ساعتها الكوليكتور ايجنت بيأجريجيت كل اللوجن ايفنت دي وبيعمل لها فورورد لمين؟ للفورتيجيت. الانفورميشن اللي بتوصل للفورتيجيت من خلال الكوليكتور ايجنت بتكونتين ايه؟ اليوزر نيم، الهوست نيم، مين الهوست نيم ده؟ اللي هو الجهاز نفسه. بتكونتين برضك الاي بي ادرس واليوزر جروب. ساعتها الكوليكتور ايجنت بيكومنيكيت مع الفورتيجيت اوفر تي سي بي بورت 800 8000 باي ديفولت، ممكن اغيره، وبيلسن على بورت يو دي بي بورت 8002، وده ديفولت ممكن اغيره عشان لو حصل اي ابديت من ايه من الدي سي ايجنت. والبورت دي زي ما قلنا كاستمايز، ممكن نعمل لها كاستمايز. الفورتيجيت ساعتها بيليرن فروم الكوليكتور ايجنت هو ذا يوزر، مين اليوزر، ايه الاي بي بتاعه، وايه الجروب اللي هو فيه، تمام. فاول ما اليوزر بيحاول اللي هو ياكسس الانترنت، خلاص فورتيجيت بيعمل كومبير ما بين السورس اي بي ادرس، تمام، اللي موجود عنده باللي موجود في الايه في الاف اس او يوزر، تمام. فخلاص ان كده انا مش محتاج ان انا يظهر لي تاني وانا طالع نت صفحه يقول لي حط اليوزر والباسورد. ليه؟ لان خلاص انا عملت لوجن اوريدي بالدومين بتاعي، فالفورتيجيت اوريدي هاز الانفورميشن دي اتبعتت له من خلال الكوليكتور، فالفورتيجيت ساعتها مش هيعمل برومت لليوزر اوثنتيكيشن اجين، مش هيطلع لليوزر صفحه ويقول له اعمل اوثنتيكيشن اجين، تمام. ساعتها هو خلاص بيبتدي اللي هو ايه عن طريق البوليسي، سواء هي ديناي او هي ماتش البوليسي ايه، ويبتدي يطلعه نت، تمام. فده بالظبط اللي بيحصل في موضوع الاوثنتيكيشن الشكل ده بالظبط. فخلينا كده ايه تاني توضيحا، لان هو انا ممكن اقول الكونفيجريشن في ثواني، نيكست نيكست اوكي، بس تيجي تعمل لو حصلت مشكله تعمل ترابل شوت مش هتعرف، فلازم تكون فاهم البروسيس بتمشي ازاي، تمام. طيب شكل البروسيس تاني بالمنظر ده، ادي اليوزر بتاعي بدا اللي هو يخش على الجهاز. لما خش على الجهاز ظهر له اليوزر نيم والباسورد عاديين جدا، بيعمل اوثنتيكيشن. الاوثنتيكيشن بتروح لفين؟ للدومين كنترولر بتاعه، اللي انا ببقى مسطب عليه حاجه اسمها الدي سي ايجنت. ساعتها الدي سي ايجنت ده بيعمل مونيتور لللوجن وبياخدها يبعتها للكوليكتور ايجنت، الكوليكتور ايجنت ياخدها يبعتها للفورتيجيت. ساعتها بتكونتين طبعا اليوزر والهوست نيم والاي بي ادرس واليوزر جروب. ساعتها خلاص طالما اليوزر ده وانس اللي هو عمل لوجن على الاكتيف دايركتري بتاعه او على الجهاز بتاعه، خلاص يقدر يطلع نت ومش محتاج اللي هو يظهر له يوزر وباسورد واي حاجه من دي. طب هو انا اصلا محتاج ليه اوثنتيكيشن بالموضوع ده؟ بكل بساطه يا شباب، في الشركات الكبيره والكلام ده ساعات الاي بي بيتغير، ساعات الحاجات دي بتتغير. انا عايز اعرف مين اليوزر، لان انا مش هعرف اليوزر من الاي بي بتاعه. فانا عايز ان مثلا يقول لي مثلا الاي بي اللي اسمه 10.0.0.100 طالع نت بيوزر اسمه مثلا احمد، تمام. فدي ريكومندد قوي الموضوع ده، الموضوع ده جميل جدا، تمام. الموضوع ده جميل جدا اللي انا اطبق بوليسي على اليوزر، تمام، اطبق بوليسي على اليوزر مش على اي بي، لان الاي بي ممكن يتغير، تمام. طيب خلاص احنا خلاص اعتقد ان احنا كده فهمنا الدنيا شويه، تمام. تعالى بقى نسطب. احنا دلوقتي اتكلمنا ازاي نعمل انستول، ازاي نعمل انستول للاف اس او على الاكتيف دايركتري، بس باول مود اللي هو الايجنت مود. طيب احنا قلنا عندنا مود اسمه البولينج مود. البولينج مود ده فيه نوعين، في حاجه اسمها ايجنت بيزد وفي حاجه اسمها ايجنت ليس، تمام. فخلينا كده ايه عشان نكاب سريع، احنا عندنا الاف اس اس او عشان نعمل لها كونفيجريشن، يا اما حاجه اسمها الايجنت مود يا اما البولينج مود. البولينج مود دي فيها نوعين، فيها حاجه اسمها الايجنت بيست وفي حاجه اسمها الايجنت ليس. الايجنت ليس. احنا
هناخد اول واحده دي وهنشرح بس الايجنت ليس، تمام؟ انما الايجنت اللي في البولينج مود مش هنشرحها، هي يعني مش علينا اصلا، ومش ريكومندد اصلا. يعني حتى اصلا البولينج مود كلها اصلا مش ريكومندد، يعني في الاخر البولينج مود اصلا احنا مش بنستخدمها، احنا دايما بنستخدم الايجنت ليس. بس انا برضك هوريك الايجنت ليس بحيث ان انت برضك تكون مطلع، يعني لو شفتها في اي حته بس صدقني مش هتشوفها يعني. طيب كده نتكلم عن البولينج مود الاول عن طريق الايجنت ليست، ازاي نعمل لها كونفيجريشن اصلا، شكلها عامل ازاي. شكلها بكل بساطه اللي انا بصه، ما بقاش عندي هنا اصلا دي سي ايجنت، ما عنديش على طول الفورت جيت، هو دايركت ما فيش اي وسيط ما بينه وما بين الدومين كنترولر، هو دايما اللي بيربط بالدومين كنترولر. فساعتها في الايجنت ليست انا ما بسطبش ايجنت، يعني انا ما بروحش اسطب اي حاجه على الدومين كنترولر، لا انا بربط على طول الفوت جيت دايركت بالايه، بالدومين كنترول، تمام؟ فساعتها اللي بيحصل ان الفوت جيت بيبول الدي سي، يعني هو هو اللي بيتصل بالدومين كنترولر، هو اللي بيبتدي يكولكت اليوزر لوجن ايفنت بنفسه، مفيش كولكتور ولا في دي سي ايجنت. بيقول لك افتر اليوزر بيعمل اوثنتيكيت مع الاكتيف دايركتوري، الفوت جيت بيعمل ريجستريشن لللوجن ايفنت ديورنج البول، تمام؟ وطبعا بيبقى موجود فيها اليوزر نيم والهوست نيم والاي بي، وساعتها ان الفوت جيت بيكوير لليوزر ده باليوزر جو، بيبتدي اللي هو يطلعه عليه. فخلاص اول ما اليوزر خلاص بيسند ترافيك، فوت جيت اوريدي يعني نو ان خلاص في يوزر عمل لوجن على الدومين كنترولر وخد الانفورميشن بتاعته، فساعتها اليوزر مش محتاج اللي هو يسنتكيت تاني، تمام؟ فانا هنا ما عنديش اي دي سي ايجنت، مش مسطب دي سي ايجنت، ما عنديش كولكتور، ما عنديش اي حاجه من دي خالص، تمام؟ هو الفوت جيت بيربط على طول بالايه، بالدومين كنترولر بتاعي. ناخد كده كومبير بسرعه ما بين الدي سي ايجنت والبولينج مود، هنلاقي ان الدي سي ايجنت هو كومبلكس شويه، بعمل اكتر من انستليشن، تمام؟ وطبعا بيكواير ان انا اعمل ريبوت للدومين كنترولر. البولينج مود لا، هو سهل جدا والسيشن بتاعته سهله ومش بعمل ريبوت. في الدي سي ايجنت بيبقى مود، بيبقى ريكوايرد ان انا اكون مسطب دي سي ايجنت على الدومين كنترولر. البولينج مود لا، الريسورس هنا بيبقى شير مع الدي سي ايجنت، تمام؟ انما البولينج مود لا، هي عندها ريسورس بتاعتها اللي هي بتبقى واخدها اصلا من الفورتي جيت. بالنسبه للريدندنسي يعني ذا سيم، انما في المونيتور او مين بيقدر اللي هو يجيب ايفنت اكتر او يعمل كابتشر لوجن، فالدي سي ايجنت هو بيقدر يعمل الموضوع ده ان مود ديتيلز، انما البولينج مود مش قوي. فاصلا فورتي جيت بتقول لك بتريكومند اللي انت بعد اذنك استخدم الدي سي ايجنت مود، ما تستخدمش البولينج مود. طيب جميل. خلاص بعد اذنك شويه كده ريكوايرمنت لما تستخدم الاف سي اس او، بعد اذنك ان اللوكال دي ان اس سيرفر بتاعك ماست بي ايبل تو ريزولف اول ورك ستيشن نيم. ايه الورك ستيشن؟ الورك ستيشن البي سي، البي سي بكل نيم. فبيقول لك ايه؟ بيقول لك بعد اذنك لو انت تستخدم اف اس او لازم يكون الدي ان اس بتاعك بيقدر يزولف كل النيم بتاعت الورك ستيشن. ليه؟ ليه يا شباب؟ لان عندك الايفنت بتاعت مايكروسوفت، تمام؟ بيبقى مش موجود فيها اي بي، يعني لو حصل اي ايفنت على الجهاز بتاعك او اي ايفنت على السيرفر، فلما تفتح الايفنت فيو بتاعتك مش بيقول لك ان في جهاز الاي بي بتاعه كذا عمل مش حصل عنده مشكله كذا، لا 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 لا، بيقول لك اسم الجهاز. فبالتالي فورتي جيت او الايجنت لما بيجي ياخد النيم ده فلازم يروح يحوله الاي بي، يعرف الاي بي بتاع الجهاز عشان يبعته للكوليكتور، والكوليكتور يبتدي يبعته للفورتي جيت، تمام؟ فلازم يكون الدي ان اس قادر اللي هو يزولف الورك ستيشن نيم، تمام؟ لان المايكروسوفت لوجن ايفنت بتكونتين الورك ستيشن نيم بط نوت الاي بي ادرس، وانا في الاخر محتاج ان انا ابعت الاي بي ادرس، تمام؟ فالكوليكتور ايجنت بيوز الدي ان اس سيرفر عشان يزول بالورك ستيشن نيم للاي بي ادرس. برضه عشان يكون عندك فول فيتشر فانكشناليتي للكوليكتور ايجنت،
لازم يكون هو ايبل اللي هو يبول الورك ستيشن، يعني قادر اللي هو يشوف كل الورك ستيشن. ليه؟ عشان اقدر ان انا انفورم الكوليكتور ايجنت بتاعي وذر ان اليوزر ده ستيل لوجن ولا لا. مش فاهم؟ يعني لازم يكون الكوليكتور ايجنت بتاعك، الكوليكتور ايجنت يقدر اللي هو شايف كل الورك ستيشن اللي عندك او البي سيز اللي عندك. ليه؟ عشان هو من خلال اللي هو شايف البي سيز دي او الورك ستيشن بيقدر يعرف ان اليوزر اللي موجود هنا هو ستيل لوجن ولا هو قفل الجهاز، عشان يبتدي اللي هو ياخد الايفنت دي ويبتدي اللي هو يبعتها للبروتوجيت عشان يعملوا دي اوثنتيكيشن ويطلعوا من اليوزرز اللوجن على النت. تمام؟ لازم برضك يكون البورتات دي تمام اوبن عشان الكوليكتور ايجنت والفورتيجيت اند اول هوست بتوين، طبعا الكوليكتور ايجنت او الفورتيجيت لان البورتات دي هما بيتصلوا بيها مع بعض. تمام؟ فنركز اول للدي ان اس يكون ابديتد بتاعي، يكون قادر اللي هو يزولف كل الورك ستيشن، لان دي لو مش موجوده عندك مشاكل كبير قوي، وشركات كتير قوي كنت بنزل فيها ترابل شوت بيبقى عندهم مشكله ان الدي ان اس بتاعهم مش قادر يزولف كل الورك ستيشن. طيب اعتقد احنا اتكلمنا فيه الكفايه، عايزين بقى ان احنا نشتغل يعني، خلاص اتخنقنا اعتقد وانا اتخنقت برضك. طيب تعالوا الاول نسطب الايجنت ليس بولينج مود. ازاي نسطبه؟ تعالوا كده ايه نبتدي نشوف الموضوع ده. طب قلنا ان الايجنت ليس هو مش محتاج ايجنت يتسطب على الدومين كنترولر، انا بس بربط الفاير وول بتاعي بالسيرفر بتاعي بدون اي مشاكل يعني. انا عندي ده السيرفر اهو، تمام، ده السيرفر بتاعي. تمام، هبتدي اللي انا اروح على الفورتي جيت. بخش هنا على حاجة اسمها السكيورتي فابريك، ثم الاكسترنال كونكتور، سوري الفابريك كونكتور، الاكسترنال كونكتور سوري، واقول له كرييت. بيقول انت عايز تربط ايه؟ هنزل تحت كده هقول انا عايز اعمل بولينج اكتيف دايركت سيرفيس، سميها دي اي اس اب تو يو يعني. هقول له مثلا والله انا عايز اسميها مثلا اف اس او كولينج مود او كولينج ايجنت ليس، يعني بدون ايجنت. هات لي بقى اي يوزر اقدر ان انا ادمن ستريتو اللي هو ادمن يعني على ال الدومين بتاعي. بيقول لي اختار ال داب بتاعك، انا هنا ما عنديش ال داب ف سوري، بس هنا انا مسحته المره اللي فاتت. اكريك الاول ال داب فاقول له والله انا ال داب بتاعي اسمه مثلا ماين سيت، تمام، الاي بي بتاعه 10 0 0 100، الديستنجويش نيم قلنا دي سي سوري ايكوال ماين سيت دي سي ايكوال لوكال ريجلر ادمنستريتور. احنا اتعلمنا طبعا الموضوع ده المره اللي فاتت، فيعني ايه مش نعمل مايد لوكال. لما اقول له اوكي ابتدى هنا عندي، اقول له اوكي تعالى عايزينك. تمام، طيب وبعدين لو عملت هنا ايديت تلاقي هنا كل اليوزرز ظهرت لك والدنيا جميله جدا. فاقول مثلا خلاص احنا كده عملنا بولينج، سحبنا اف اس او، فاقول له والله انا عايز اليوزر مثلا اللي اسمه سعيد واليوزر اللي اسمه ادمن، هعمل لهم سيلكت. عايز تعمل سيلكت للجروبس اب تو يو، اقول له لا انا هعمل دول بس، اقول له اوكي. تمام، نعمل ريفريش كده. تمام، المفروض دي تكون اون عشان نبتدي نشتغل عليها. ثم هي كده مش اون فالدنيا مش هتشتغل معانا.
تعالوا كده نظبط تشيك ان السيرفر الدنيا تمام ومفيش اي فاير وول او اي حاجه مقفوله عليه مفتوحه عليه، عشان دي بتعمل مشاكل. في حاجه اون اهي، تمام، لازم نقفلها. معلش بس تيرن اون، لا تيرن اوف بعد او لا 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 سوري بابليك. تعالوا كده ايه، احنا ممكن نخش على Advanced Setting ونخش هنا على ال Pit Defender ونقول له Private، بعدين اعملها Off وال Public اعملها Off و Apply Okay. تمام، تعالى نعمل Refresh. كله اوف. اوكي بس نشوف شايفين السيرفر ولا لأ. كيوت بينك، تمام. طب تعالوا كده نمسكها كده نديليت ونكريتها من تاني. هقول له انا عايز بولينج، هسميها مثلا اف اس اس او ايجنت بس ادمن سيريتو سي ال ال ده بتاعي اهو، نيبل بولينج مود اديت. انا مثلا وليكن عايز سعيد، سيلكت التو يوزر دول واقول له اوكي. لا قوي ايجنت ليست ده، طيب هنا السيرفر. سوري 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 10 زيزو، انا اصلا ما بعملش الموضوع ده فنسيت. تمام 10 زيزو 100، انا بحط هنا الاي بي بتاع السيرفر اللي كونكت عليه. ممكن نعمل فيش دلوقتي. تمام اشتغلت اهي. ده بالنسبه اسمها ايه دي، للايجنت ليست. انا هنا ما احتجتش ان انا احط ايجنت هنا على السيرفر بتاعي، مفيش اي ايجنت. تمام انا هنا قلت له بس اسحب لي بس التو يوزرز اللي اسمهم سعيد وادمنستريتور، وبعدين خلاص انا سحبتهم. ممكن بعديها اللي انا اخش احطهم في بوليسي بكل بساطه. لو كريت هنا بوليسي مثلا وسميت البوليسي دي تيست وقلت له الانكومنج لان طالع على وان السورس، احط له اول، احط له اليوزرز بتوعي، انا عندي ادمن سيت وعندي سعيد، ممكن احطهم كده مع بعض واقول له كي ديستنيشن اول طالع على سيرفيس اول. اوكي تمام، دي الاجهزه عندي، ده التو يوزرز اللي ممكن يطلعوا نت. يعني انا هنا بقول ايه، بقول والله عندك كل اي اي بي ادرس تمام طالع نت، بس لازم يكون اليوزرز اللي طالع يا اما يوزر اسمه ادمنستريتور يا اما يوزر اسمه سعيد، بخلاف ذلك لا مش هتطلعهم نت. طب وريني شوف الموضوع اللي هيحصل. لو جينا هنا على الجهاز ده عندي على الدومين، ده اللي احنا ماشي. انا اقول له بس بعد اذنك
كده. ساعات احنا ممكن نحتاج ان احنا بس نعمل ساين ان وساين اوت بس. المفروض يعني اللي خلاص انت اول ما بتلوجن في اول مرة بتلاقي بقى ان اليوزر هتشوف اصلا هي عملت ماتش ولا لا. ما عملتش ماتش لسه، محتاجين بس ان احنا نوستر الجهاز. فساعتها انت لو خشيت هنا على اليوزر اند ديفايس، تمام، بتلاقي هنا اول ما تعمل دي اف سي او بتلاقي اليوزر ظهر عندك كده. دي بالنسبه للبولينج مود. انا زي ما قلت لكم مش هنخوض فيها، خلاص احنا دي الكونفيجريشن بتاعتها، تمام. بعد ما بتعمل الكونفيجريشن قلنا خلاص انت بس ايه، هتحط اليوزر، هتحط اليوزرات اللي انت عايز تبتدي اللي هي تطلع يعني بعد انت ما دخلت هنا و اخترت الجروب، او اخترت سواء اخترت يوزرز او اخترت جروب. يعني انت ممكن تختار جروب من هنا. انا عندي جروب هنا اسمه تيبل اي تي اي تي اي تي، ممكن لو عملنا له كده سيرش جروب برضك اسمه اي تي، تمام. خلاص احنا اخترناهم. اوكي، بعد ما اخترت اليوزرز والجروب بتوعك تبتدي اللي انت ايه تخش تحطهم في بوليسي اهو، تمام. ممكن برضك نحط الجروب بتاعنا، يعني ممكن نقول كده ادي اليوزرز في جروب اسمه اهو، جروب اسمه اي تي، تمام. بالمنظر ده. وساعتها انت كل اللي محتاجه بس اللي انت ايه يعني ساين ان او ساين اوت او تراست الجهاز عشان بس يديكت اول مره معاك. خلينا كده لوك سويتش يوزر. انا عايز اخش بسعيد برضك نفس اليوزر 1 2 3. تمام، فانت بمجرد ان انت حطيت اليوزر والباسورد هو خلاص بيطلع نت. خلاص هو انت مش محتاج ان انت تظهر لك صفحة تاني ويقول لك لوجن ومش عارف ايه. طيب بس وزي ما قلنا البولينج مود دي هي مش ريكومندد نهائي، يعني يعني حاولوا تبعدوا عنها، مش ريكومندد خالص يعني انتوا تعملوها، لان فيها مشاكل، فيها مشاكل كتير. مش فاكر الباسورد اصلا اللي انا عامله. بس ارجع الباسورد وامسك. طيب انا رجعت الباسورد تاني، لو دخلت بالمنظر ده وابتديت تنهيس شوية وفتحت هنا بس نقفل المكنة دي شوت داون. وجيت هنا فتحت مثلا جوجل او فتحت اي حاجة بس مبنك لا البنج شغال، انا ما ظهرليش اي حاجة احط فيها يوزر وباسورد اصلا ولا اي حاجة من دي. ولو جيت هنا على فورت جيت في اليوزر اند ديفايسز وجيت هنا فتحت، هلاقي بيقول لي في يوزر اسمه سعيد الاي بي بتاعه كذا، اليوزر جروب بتاعه موجود في حاجة اسمها اي تي ال داب، وفي جروب انا مسميه اسمه اي تي، تمام. بيقول لك فتح من 36 ثانيه وده اللي سحبه. الميثود بتاعته فورتي جيت سنجل ساين اون. لو جيت انا على البوليسي بتاعتي اهي، بسم الله، ادي البوليسي، الاقي انا حاطط سعيد انا حاطه بطريقتين، حاطه في جروب، حاطه از يوزر لوحده، وحاطه كمان في الجروب، تمام. ممكن تشيل الجروب او تخليه يوزر براحتك. يعني انا ممكن احط في البوليسي احط فيها يوزر لوحده، تمام، او احط جروب، تمام، والجروب ده يكون فيه اكتر من يوزر. طب الجروب ده اسمه اي تي ال داب، ده اسمه، تمام، موجود في الدومين بتاعي انا سحبه، تمام. لو بصيت اصلا على الجروب ده عندي هنا، تمام، انا حاطه هنا اهو، لو بصيت انا على الجروب ده هلاقي فيه الممبر بتوعه
هلاقي فيه اليوزر اللي اسمه سعيد، تمام؟ عشان كده هو جاب لك، انا حاطط الاثنين، حاطط دي وحاطط دي، لان انت ممكن تطبقها على يوزر او ممكن تطبقها على جروب فيه اكتر من يوزر، اب تو يو، تمام؟ بس فدي اول طريقه، اللي هي تعالى برضك نعيدها تاني. لو جينا برضك رحنا هنا عشان برضك ايه نكون شايفين كل حاجه، لو جينا هنا عند بسم الله عند الداشبورد عند اليوزر اند ديفايسز، وجينا هنا على اليوزر بتاعنا نربط دي اوثنتيكيت بعد اذنك، سيبناها كده ورحنا قلنا تعالى نعمل ساين ان وساين اوت للجهاز ده لوك، وبعدين اقول له تاني بعد اذنك. تمام، وبصيت هنا على طول عملت بس كده ايه بس كده ريفريش بس شو اف او. تمام، ظهر لك اليوزر التاني اهو وقال لك فتح بقاله 12 ثانية. تمام، ده اليوزر بتاعك فتح بقاله ايه 12 ثانية. تمام كده انا مش بيظهر لي اساسا اي صفحه ولا اي حاجه، انا هنا بس عشان هو هتلاقيه مش واخد دي ان اس، بس تلاقي الماكه دي واخده دي ان اس غايفه مش قادره تطلع تريزولف، واخده دي ان اس السيرفر، والسيرفر ده اصلا مش طالع نت، فبالتالي مش قادره ليها تطلع نت. تمام، بس بتبنج يعني مش قادره تطلع نت از نيم عشان قلنا دي ان اس مش شغال، بس بتبنج والدنيا تمام بتبنج، مش قادره تريزولف اسماء يعني، يعني حاجه دي ان اس يعني، فاهمين احنا الموضوع ده. طيب دي أول طريقة معانا. طيب تعالوا بقى نجرب الطريقة التانية agent based. نبتدي اللي احنا بس نمسح البوليسي دي ونبتدي اللي احنا نروح على بسم الله نروح على كويت فابريك على الكتير كونكتور، نبتدي اللي احنا نخش بس عشان نقدر نمسحها، فنمسح الحاجات اللي احنا عملناها select ريموف عشان نجاوب بس الطريقة التانية بتاعتنا. طيب في حاجة كمان نقولها select group ايه، تمام اعتقد كده نقدر نمسحها بدون اي مشاكل، نقول له delete اوكي كده مسحناها. طيب خلينا نقسم الفيديو ده على مرتين عشان اعتقد ان التسجيل كده هيطول، نقسم بوت 2 بوت 3. يبقى احنا كده وقفنا عند الايجنت ايجنت ليس، عرفنا ازاي بنعمل اف اس او بالايجنت ليس. الفيديو الجاي على طول هيبقى الدي سي ايجنت مود ان شاء الله، اشوفكم الفيديو الجاي.